انا واحد من ضمن الاف الاطباء اللي حاليا فكروا يستقيلوا. مرتب الدكتور على فكره يا جماعه 2000 جنيه، لسه مستقيل بالظبط من شهرين. طب ولما الناس دي تقع يعني مين اللي هتعالج المرض؟ انها الفكره المقلقه التي تخطت حدود الفكره لتصبح واقع. تقول ارقامه إن أكثر من 4200 طبيب مصري استقالوا أو فصلوا من عملهم في الحكومة خلال عامي 2017 و2018، ونجح فريق مساء دي إم سي في الحصول على شهادات خاصة وحصرية لبعض الأطباء المستقلين أو الذين يفكرون في الاستقالة. أخصائي أشعة دفعة 2009، كنت بشتغل في مديريه الصحه في السويف، استقلت سنه 2016. انا دفعه 2014، لسه مستقيل بالظبط من شهرين. حال المرتبات لا تتناسب اطلاقا مع المطلوب ومع اللي بنبذله من مجهود في الشغل. الناس بقى بتروح المستشفى قرفانه. النبطشيه على فكره للطبيب يا جماعه، عشان بس الناس اللي مفكره الدكتور بياخد 30,000، النبطشيه ب 67 جنيه، بيتخصم منهم 5 جنيه بياخد 62 جنيه. بدانا نطلب بزياده المرتبات، فقالوا في حاجه اسمها بدل عدوى اللي بياخدوا معظم فئات الشعب. فقالوا لنا بدل العدوى بتاعنا 20 جنيه، فقلنا عايزين نزوده شويه، وبدانا نرفع قضيه تمام ان الموضوع يوصل 1000 جنيه تمام. النقابه رفعت القضيه ولكن كان شيئا لم يكن. الى جانب الانخفاض الشديد في رواتب الاطباء وبدل العدوى الخاص بهم، يعاني الاطباء ايضا من سوء الاوضاع التي يعملون فيها ومن الاعتداءات المتتاليه من المرضى واسرهم. المسؤولين في وزاره الصحه عايشين في حته ثانيه خالص غير الدكاتره. بيصدروا النائب الصغير اللي هو النائب الجونيور او النائب السينيور للناس، يبداوا يتعاملوا معاه كانه هو اللي هيحل المشاكل. الناس دلوقتي بقت بتيجي تعاملنا من كتر التشويه في الاطباء، بقى بيعاملونا كاننا احنا المذنبين. يعني الناس تخش تقول لك هو مفيش دواء، مفيش علاج يا دكتور، طب انتوا قاعدين فيها ليه؟ طب احنا يا جماعه نقعد ولا نمشي؟ اتدربت لفترة 4 سنين في المعهد القومي للأمراض. خلال الفترة دي أنا اتعلمت الأشعة التداخلية. حاولت بعد ما رجعت إن أنا أعمل وحدة الأشعة التداخلية أو أفعل وحدة الأشعة التداخلية في مستشفى المسؤول العام. ساعتها كان الجهاز موجود بالفعل. الحقيقة مسؤولين من مدير المستشفى ومدير العلاجي ورفضوا رفض قاطع إن أنا أشتغل في المجال ده. بعدها على طول انا قررت ان انا استقيل من وزاره الصحه. ساكن الاطباء هنا ما كانش كويس لدرجه مزريه، لدرجه انك بتنام على ترولي بتاع مرضى لان ما فيش سراير عندك، لدرجه ان احنا كذا حد نبطشي امتياز في اليوم وهم سريرين في الاوضه، فبالتالي انت مضطر تنام 3 أو 4 على كل سرير. شايف صراصير ماشيه على الحيطه، شايف ان التواليت نفسه غير ادمي، اللي بيتزحلق في الحمام وبيتكسر، اللي بيخش ما بيلاقيش ميه احيانا، اللي بيتعامل مع حمام مش نظيف اطلاقا، اللي بيحاول يتصرف في مياه معدنيه عشان مش لاقي ميه. امام تلك الاوضاع تزايد اقبال الاطباء على الحصول على الاجازات بدون مرتب والسفر للعمل في الخارج، لتبدا وزاره الصحه في وقف منح الاجازات لهم، ليتحولوا هم بدورهم الى الاستقالات الجماعيه. التعنت المقيت بصراحه، اللي هو بيخلوا الواحد يعني هو بيسيبوش بد للواحد ولا اي مفر غير ان هو يخرج عن شعوره ويستقيل او ينقطع للضغوطات اللي ملهاش حدود. انا واحد من ضمن الاف الاطباء اللي حاليا فكروا يستقيلوا، فكروا بشكل جدي جدا وبداوا ياخدوا خطوات في الاستقاله. لتتضح لك خطوره مشكله استقاله الاطباء، لابد ان تراجع معي بعض الارقام التاليه. عدد الأطباء في مصر نحو 103,000 طبيب. نسبة مقدم الخدمة الصحية إلى المواطنين هو 2.2، وهي نسبة أقل من الحد الأدنى عالميا وهو 3.4. 45% من الأطباء في مصر يعملون في القاهرة الكبرى، وهو ما يعني أن المحافظات الأخرى خصوصا النائية تعاني من عجز كبير في الأطباء الآن. فكيف يا ترى سيكون الوضع إذا استمرت استقالات الأطباء دون تدخل عاجل؟